نأتي إلى خاتم الرسل وصفوتهم سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله. جمع الله له ما تفرق في الأنبياء، جمع الله له ما تفرق في الأنبياء، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، نصرت بالرعب، أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وحلت له الغنائم، وغيرها، لأن المقام ليس مقام حصن عنده في الحديث، كثير له صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى المناقب الخاصة التي تتعلق بالأمة، وأعظمها رحلة الإسراء والمعراج، فإنه صلى الله عليه وسلم كما بينا في لقاءات كثيرة فتحت له أبواب السماء، وعرج به إلى سدرة المنتهى في رحلة علوية ملكوتية لا نعلم أن الله عز وجل أعطاها لأحد من الأنبياء قبله، ولهذا ذكرها الله في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فذكر الله عز وجل منته على عبده محمد بن عبد الله، وذكر الله عز وجل أدب محمد بن عبد الله عليه السلام مع ربه جل وعلا: ما زاغ البصر وما طغى. المقام الذي أنزله الله عز وجل إياه التزم به صلى الله عليه وسلم، ما أري رأى، وما لم يرى لم يتكلف، تأدبا مع ربه جل وعلا. وهذا من كمال ما أعطاه الله جل وعلا نبيه. حتى إذا قام العباد وحشر الأشهاد وكان يوم التناد، أعطي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، وأعطي قبل ذلك لواء الحمد، فجميع الأنبياء تحت لوائه، ولهذا قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صلوات الله وسلامه عليه. وقد أحسن من قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. جعله الله حظنا من النبيين، وجعلنا حظه من الأمم، وهذا من فضل الله علينا وعلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.